ايوه روح روح طخ طخ. لا ايوه ايوه ماشي عاد. ايه بعد لك من زمان عاد لبابا حكى انا جيت وطشت. لا يا حبيبتي انا هنزلنا بالدار ولفش ايباد انا اللي بدي اقعد عليه. بابا حكى كل واحد شاف. روحي روحي يلا من هنا. طيب يعني بتكش تدي الايباد بتشوف لما يجي بابا ايش بده يحكي له. أخيرا أين وصل الضرب ونشأت؟ آه من زمان بستنى أسرق دارك يا أبو نشأت. بس قبل ما أعد الدار بدي أروح أتفقد الشارع بلاش يكون حد في الشارع ويشوفني. ممتاز ما فيش حد في الشارع. لقيت أنا بدي أسرق دارك يا أبو ن... مين هذا؟ إيه؟ يا مراد يا راسك هذا ابو نشأة يا الله اجابه هلقيته. هذا معاد بكون طالع هلقيته يا الله اجابه. آه لازم ألاقي خطة. لازم الليلة أسرق دار ابو نشأة. لازم الليلة أسرق دار ابو نشأة. ماشي خليني أتخبى بلاش يشوفني. ماشي لازم ألاقي خطة. أنا كيف بدي أنا أطلع أبو نشأت من داره. ماشي أبو نشأت ماشي لازم أطلعك من دارك. أيوة مين؟ أنا أبوك افتحه. يلا يلا هني جاي يا بابا. شوف شايف يا نشأت هاي بابا أجا والله لحكي له عن أيبن. طبعا بحكي له. الله يعطيك العافية يا بابا. الله يعافيك يا عمري يا روح. هاتي بوسة هاتي بوسة حبيبتي. الله يعافيك. الا فيها. تعال تعال. وهذا اللي هلقيت قاعد على الايباد كنه من الصبح. اه يا بابا انا من الصبح قاعد على الايباد وعمال انا طلبت منه. تعال يا دكتور. قلت له يا بابا تعال 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 تعال. ايه شوف يا بابا آه. من الصبح قاعد عليه وعمال اجيت له قلت له الدنيا بس ثانية مش قادرة احكي لي حلي عني. الشاب اللي بتلعبها ايش اللعبة هذه؟ حلي عني انا الزلمة من اليوم وطلع في الدار. بالله حكي لك زي هيك هو؟ آه. حكي لها زي هيك ولا؟ آه. يلا على غرفتك بدي اشوف وجهك. خلص حرب انا اليوم انا وياك ماشي؟ زعل وممنوع تمسك الايباد. انا اجت لي خطه كيف تطلع ابو نشأت من داره. بس يا رب تزبط. يا رب ما يعرف رقمي يا رب. الله يستر. الله يستر. ماشي يا ابو نشأت ماشي. نشوف كيف ايش بصير. تقعد عليه نص ساعة ماشي؟ ما تكتريش. ماشي. ايش هذا صايبكم مرض اسمه ايباد ايباد ايباد. مين اللي برن علي هذا؟ مين هذا؟ ايش الرقم هذا؟ الو؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا حياك الله. ايش بتحكي؟ طب مين انت؟ مين انت اللي بتحكي معي طيب؟ طيب ماشي 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 يلا ماشي ماشي. بابا بابا ايش مالك؟ ولا شيء ولا شيء يا بابا. على غرفتك على غرفتك. بابا بابا ماشي ماشي يا بابا. يلا هدي جاي وانت سكر الباب وغير المفتاح. يلا غرفته خليه مفتوح. يعني ايش بده يصير؟ زبط هيو نازل ابو نشأت. ماشي ابو نشأت ماشي. يا ساتر يا ساتر. الله يستر يا رب. الله يستر الله يستر. واخيرا طلع ابو نشأت. لازم الحق بسرعه اروح اسرق دار ابو نشأت قبل ما يرجع. بص ولا نفس بدي اسمع ولا نفس. مش راح اعمل فيكم حاجة. بس بدي المصاري اللي مخبيهم ابوك. وين؟ ما فيش مصاري. فيش مصاري؟ لا ما فيش. طيب تعالوا اقول لكم تعالوا معي. تعالوا عشان احبكم. سيبني. لا تعالوا عشان احبكم. تعالوا معي تعالوا تعالوا. يلا عد الغرفة. لا يا ابا ما انا. يلا عد الغرفة بديش اسمع صوت. فاهم؟ مفهوم؟ في هم مصاري؟ لا لا. يلا ولا نفس دسمع. هاي جيت فرصتي بدي الف الدار بدي اسرقها.
هذا المطبخ جايب لنا هنا مطبخ، والله اني حرامي مغفل. وينه؟ ما فيش حاجة. ايش انقطمت؟ انقطمت. ما فكر دستان. هاي دستان. فيش حاجة. فيش حاجة. ماشي. شايف الناس اللي يقعد بلفلف بالدور يا رب يا بابا ويشوفه يا رب يا رب يا رب يا رب. انا غير التير يا ماما. لازم انا اخلص بسرعة قبل ما يجيبوا نشأت. والآن اوبا هذا الشنطة اكيد فيها شيء. هذا هو اللي بدور عليه انا، هذا هو اللي بدور عليه. ايه مش حاجة ولا شيء. خليني اروح اشوف الاولاد. يلا بديش اسمع ولا نفس. عاد جوا ولا عاد جوا. اخ اخ يا وش اللي صار فيا؟ اكيد هذا كله خطيه السرقه، خطيه السرقه وخطيه الاولاد هذول. اخ خلاص انا ما بديش حاجه، بديش حاجه، بروح اروح قبل ما يجيبوا نشأت. يا ماك فاتحين مسدين باب الدار هيك مفتوح ورامين الشنطة اللي فيها الأوراق المهمة والمصاري والدنيا ورامين الأيباد تبعهم. وينهم؟ وينهم؟ شد بابا 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 بابا. وينكم يا حلوين انتوا؟ وينكم؟ الصالون. تعالوا يا بابا، تعالوا تعالوا يا بابا احكوا لي ايش اللي صار. والله ما انا فاهم حاجه. ايش في؟ ايش اللي صار يا ولد؟ دخل علينا حرامي واخذ الايباد واخذ واخذ المصاري واخذ الشنطه. يا بابا عدى علينا وحكينا له ما تعملش فينا شيء. لو حكى لي طب بديش اعمل فيكم ايش بس وحبسنا بالغرفه هنا. خلص 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 يا بابا، انا فهمت اللي صار، فهمت اللي صار. بس اللي مش فاهمه، الشغلة الوحيدة اللي مش فاهمها، ليش انه سرق هدولة وعوض رماهم على الباب؟ هذه الشغلة الوحيدة اللي انا مش فاهمها. بس انا في شغلة افهم. احكي يا بابا. احنا يا بابا سمعنا تزحلق على الارض وحكى يا داري وما قدرش ياخذ الاغراض. طيب ماشي ماشي يا بابا، انا فهمت، لقيت كل اللي صار. ممكن كلامك صحيح، بس الشغلة اللي جننتني انه في اجاني اتصال وشفته انه واحد اتصل فيا وقمت اجري. هذا الاتصال طلع وهمي،
كل اللي حكى لي اياه الموضوع قلقني كتير وطلع ما فيش منه هذا الموضوع. ايش حكى لك؟ حكى لي انه سيارتك يا ابو نشأت بتدخن، الحق سيارتك قاعده بتدخن بلاش تنحرق. فانا قمت اعطيه الاجر على السياره، لقيت السياره زي ما هي ما فيهاش حاجه. هذا اتصال وهمي، يبقى هذا الحرامي هو اللي متصل علي عشان اطلع من الدار، وبقول لي ابو نشأت وما ابو نشأت، يعني معنات الكلام بيعرفني هذا الحرامي. هل لقيته؟ انا بدي اطلع على الشرطه وبلغ الشرطه باللي صار. هذا هو. وانت يا نشأت حكيت لك سكر الباب وراي وما سكرتش الباب صح؟ هذا كله عشان ما سكرتش الباب وراي بالمفتاح. لو سكرت الباب وراي بالمفتاح ما عداش الحرامي. ماشي يا بابا، بدي اقوم انا اضب الاغراض واروح على الشرطه. هذا الايباد، خذ الايباد. ثاني مره بتسكر الباب بالمفتاح. يلا يا بابا عشان اروح على الشرطه انا.